أشراق الشمس كل يوم جديد بتؤكد رابطة محبي مصر أنها رابطة وطنية من الطراز الفريد والأول، ويوما بعد الآخر بيؤكد أعضاؤها أنهم محبين لهذا البلد، حريصون على إعلاء المصلحة العليا، حريصون على التكاتف والالتئام مع كافة فئات الشعب المصري. رابطة محبي مصر منذ تأسيسها تحمل على عاتقها مصلحة البلاد، كل أعضاؤها يتكاتفون ويتواصلون في سبيل طرح الأفكار والرؤى التي تخدم مصلحة البلاد. مهم جدا أن احنا نتواصل ما بين الحين والآخر، وتحديدا كل أحد في هذه الفقرة، مع أعضاء رابطة محب مصر لاستعراض كل النتائج وما هو الجديد وما تقوم به رابطة محب مصر. عايز أقول لحضراتكم من آخر ما قامت به هذه الرابطة هو تخفيف العبء من على كاهل المواطن البسيط. أعضاء الرابطة تكاتفوا مع التواصل مع كافة الجهات المعنية، سواء رجال أعمال أو مصانع أو مؤسسات أو محافظين لمحافظات المختلفة، لطرح الكثير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطن البسيط دون أدنى أي مصلحة تقع لصالح أعضاء هذه الرابطة. بالعكس، بل هم يبذلون الكثير من الوقت، يبذلون الكثير من الجهد في سبيل تقديم الأفضل لهذا الشعب اللي يستحق بجدارة. عشان كده في هذه الفقرة هنتكلم بشكل كبير عن دور الرابطة في هذه المرحلة، ما قامت به من إنجازات، ما تستعد له الرابطة في الأيام القادمة، وضيوفنا فيها المشرفين في هذه الفقرة الإعلامية الأستاذة شريفة شريف. أهلا بك يا فندم، وتحياتي لحضرتك منورانا. يا صباح الفل على حضرتك وعلى كل محبين مصر. أهلا بحضرتك، وأيضا الشاب الجميل الأستاذ إسلام الخطيب. أهلا بك يا أستاذ إسلام، وتحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. أبدأ من عند حضرتك أستاذة شريفة، وحبك إنك تنضم إلى رابطة محب مصر ليه؟ الحب. نعم. يعني لما تطرح كلمة حب فهي موجودة جوانا. أستاذ عاصم، أنا أقول لحضرتك رابطة محب مصر بتجمع كل المحبين، بتخليك تمشي في الدنيا وانت بتحب مصر، ان انت عايز تخدمها، رايح شغلك بحب. احنا بنتصارع في الرابطة ديت، مين اللي يعمل اكتر، مين اللي يقدم الحب، مين اللي يفعل الحب دوت الإيجابي. الحمد لله ان الرابطة ديت بتقوم على الحب فقط، هي بدون، هي مش حزب سياسي انا رايحه فيه او اي الاعضاء موجودين، ان هو بتصارع على منصب، انا عايز اخد المنصب او ابقى على الكرسي. لا، ده احنا مجردين من كل الاغراض الشخصيه، احنا محبين لبلدنا. وبعدين الحمد لله اللي احنا لنا رئيس زي رئيسنا السيسي، قدر يجمع المصريين على الحب، او يبرز الحب اللي جواهم ويخليهم يتفاعلوا يعني يتكاتفوا على الحب. احنا عندنا في رابطه محب مصر، احنا الاول مره لما بيجي علينا ضيف مش خلاص بقى كانه احنا بيت عيله. صحيح، بنعرفه من زمان، بيت المصريين، بيت مصر، بيجمعنا كلنا، بنتبادل الزيارات مع القوات المسلحه، نزور ابطالنا. وفعلا لما يعني تتعامل كده من قرب، ان انت تسلم على بطل، ده ليه احساس تاني مختلف. بيشكرنا ان احنا بنروح، قلت له لا انت تشكرنا، احنا اللي بنشكرك ان احنا لينا رجاله. احنا الحمد لله مصر مليئه بالرجاله، القوات المسلحه والجيش وبرده شبابنا، احنا لينا شباب بره جميله، رجاله عندهم حب وعندهم الغايه ان هم يفنوا حياتهم في حب مصر، لانهم قادرين، عندهم انتماء الحمد لله. وبنسعى ان كل الشباب يبقى عندهم الوعي دوت، واحنا ان شاء الله ده في طريقنا نعمله. يعني زي ما قلت لحضراتكم ان رابطه محب مصر تزخر بالعديد من الكوادر والفئات المختلفه من نسيج هذا المجتمع المصري ومن ضمنها الشباب. اسلام، حرص انك انت تنضم لرابطه محب مصر، حبيت ليه تنضم؟ مبدئيا اي شاب عايز يشتغل في العمل التطوعي لازم يختار المكان الصح. حضرتك عارف ان في اماكن كتير بتبقى شغال عمل تطوعي بس بيبقى هدفها ربح او هدفها تحقيق مصلحه شخصيه. نعم. عشان كده انا لما جيت اختار مكان اقدر اشتغل فيه او حبيت العمل التطوعي، اخترت مكان الناس اللي فيه فعلا موثوق منهم ومن شغلهم على الارض، زي ما قلت حضرتك، بدون تحقيق مصالح شخصيه. يمكن استاذ محمود بكري، انا حتى قبل ما الرابطه تتعمل انا اعرفه بصفة شخصية، قبل حتى الثورتين ما يتعملوا كان عندنا في المنطقة، كانوا بيعملوا أعمال كتير خيرية، كانوا بيعملوا أعمال تطوعية، حتى لو مش في مقدرتهم بيحاولوا بأي طريقة إن هم يساعدوا الناس. فمن هنا لما تعرضت عليا الفكرة
ما ترددتش ان انا اكون موجود في المكان ده. زي ما قلت لحضرتك انا مش حابب ان انا اكون موجود في مكان ياخدني الاتجاه ضد الدولة. وللأسف الشباب الصغير دلوقتي اللي لسه طالع خلص ثانوي دخل الجامعة، حتة الاستقطاب لو في جهة او مؤسسة عايزة تاخد تفكير الشاب لضد الدولة هتاخده، لان هو الشاب لسه صغير فتفكيره بيروح للاستقطبه الاول. فبالتالي انا لا، حبيت الموضوع جدا وحبيت ان انا اكون موجود في المكان ده لسبب واحد بيتلخص في جملة واحدة بس، حب مصر. الحقيقة اللي منجح الرابطة دي بشكل قوي بشكل كبير جدا هو حب كافة أعضائها الحقيقي لمصر دون انتظار أي مصلحة. عشان كده عايز أسأل حضرتك أستاذة شريفة، نجاح الرابطة في الفترة اللي فاتت وأهم الأعمال اللي بتقوم بها الرابطة في هذا التوقيت، والحقيقة السمة الغالبة لكل أعضاء هذه الرابطة هو النشاط، وعلى رأسها طبعا أستاذ محمود بكر رئيس الرابطة. دينامو الرابطة بشكل كبير جدا، وما شاء الله أنا بحسده يعني على مش عارف بيجيب الوقت ده كله منين، ولكن ما شاء الله عليه يعني بيقدر يدير كافة الأشياء وبيتواصل وبيتفاعل مع كل أعضاء الرابطة اللي ما شاء الله بيفوق عددها الكثير والكثير. نتكلم عن ما قامت به الرابطة مؤخرا وبما تستعد له الرابطة برضه في هذه المرحلة. حضرتك قلت يا استاذ محمود هو راجل خلوق جدا، وده معرفتي برضو من زمان، انا خريجه مدرسه جريده الاسبوع. استاذ محمود بكري عنده وطنيه، قدر يقود الرابطه بشكل خلانا كلنا قد ايه يعني حرك فينا الوطنيه، كل شخص فينا جواه قلبه حلو قوي وعنده وطنيه قوي. استاذ عاصم، احنا كنا واحنا صغيرين بنقف في طابور المدرسه بنقول تحيا مصر وجمهوريتنا، احنا ازاي كنا بنبكي؟ انا كنت ببكي وانا بحيي العالم وانا مش فاهمه ليه. اتاري احنا عندنا جينات حب لبلدنا وانتمائنا لبلدنا، وده الحمد لله ان هو كبر. دور الاسره، دور المدارس ان هي تنمي الطلبه والاطفال ان ازاي تخاف على بلدك، ازاي تحترمها، تحترم كل مؤسساتها، ازاي تحترم رئيسها وشعبها وجيشها. الحاجات دي لما تتأسس صح انت بتنمو بفكر وطني، عندك انتماء لبلدك، فبتسعى ان انت ازاي تحبها. طب بتحبها ازاي؟ افعل حبي، ابقى انسان ايجابي، اخلي بالي قبل يعني كل نشاطي ان انا ابقى في الطايفة. احنا زي سرب الحمام يا استاذ عاصم اللي بيحلق في السماء، الحمام كل ما بيحمله هو ايه؟ السلام. احنا هدفنا في رابطة محب مصر السلام، ان هو يعم كل البلد. هدف الرابطة هدف سامي جدا وراقي، وبنروح بنعمل مشاريع جميلة، وتقوم دلوقتي احنا متقسمين لأجزاء وبنعمل ندوات، كل واحد دي مهام معينة بينجزها بشكل، وبنعمل ندوات. أستاذ محمود بكري بيجتمع بينا من حين للآخر وبنتم بالتداول والترتيب انت هتعمل ايه في مجالك، واحنا بنكمل بعض. يعني استاذ عاصم اعلامي وانا كاعلاميه والاستاذ، وبعدين دور الشباب هنا، يعني احنا بناخد الفكر علشان نصعد بيه للتراقي. وبعدين في هنا ان شاء الله يوم الاربعاء 3 هيبقى في مؤتمر جميل جدا وهو من اجل مصر، ده بيرقى ويطلع يعني في فكر الشباب اللي هو الثانوي اللي هو الخطر المؤشر، يعني نطلع بيه ولا هو ينزل؟ لا احنا نطلع بيه بقيادة ناس كبيرة وموجودة وقامة في التربية والتعليم وجهات تانية. رابطة محب مصر يعني يعجز اللسان ان انا اتكلم عنها لانها جميلة من كتر جمالها. احنا بنعمل حاجات انت بتبقى في منتهى السعادة وانت موجود في الرابطة. يعني انا كنت سعيدة جدا ان انا لما ابتعدت شوية عن جريدة الأسبوع وبعدين اتجوزت ورجعت إعلامية كمذيعة والتقيت بأستاذ محمود، ولما أشار طبعا جرينا بدون تفكير محب مصر، يعني احنا بنفني حياتنا في بلدنا اللي بنحبها. صحيح. من أجل الرقي، وإن شاء الله هي أمان ومصر محفوظة بأمر الله يا رب. أستاذ لام، يمكن بالتأكيد تفخر خاصة في هذا التوقيت بالاهتمام بالشباب وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استخراج الكوادر الشابية وتأهيلها. أنتم كشاب شايف الدور الأمثل لأي شاب مصري محب لهذا البلد وخاصة في هذا التوقيت ممكن يكون إيه؟ تمام، كنت عايز بس أذكر حاجة على ذكر التخصصات. حاجة كويسة عندنا في محبي مصر
يمكن مش موجودة في أماكن كتير. أي جمعية بتلاقيها سايحة بالعربي، سايحة على بعض، مفيش تخصصات. إحنا عندنا في ناس إعلاميين، في ناس مختصة بالتعليم، في ناس مختصة بالصحة، في ناس مختصة بقسم الفن. عندنا ناس من جميع الفئات. وعلى ذكر المؤتمر طلاب الثانوية العامة، احنا عندنا ناس خبرة في التعليم بيفيدونا، واحنا بنكملهم بنقول افكارنا ولو بسيطة بنقدر نساعدهم. بس زي ما قلنا التخصصات كويسة عندنا، زي استاذة شريفة قالت ان احنا عندنا لو شغالين في كذا اتجاه. لو في جانب الصحة، ملف الصحة شغالين في مجموعة، ملف التعليم شغالين في كذا مجموعة. أستاذ محمود نفسه كان في سفر ولسه جاي برضو مع أعضائنا في الإسكندرية. تمام، فاللي هو بنستغل أي وقت صحيح، نحاول نكون فيه إيجابيين. بالنسبة للشباب، أكيد إحنا الفترة دي شايفين إن فيه اهتمام بالشباب من جانب الدولة. كان مفاجئ ليا بصفة شخصية مؤتمر الشباب اللي عمله الرئيس في شرم الشيخ، حضر فيه ناس أو شباب اتجاهاتها كمان يمكن مخالفة لرأي الدولة شوية أو لرأي السلطة الحالية، ومع ذلك كانوا موجودين، ودي حاجة إيجابية جدا لما تلاقي حد مختلف في الرأي ومع ذلك راح راح اتكلم، راح قال رايه وشاف الحقيقه كامله واقتنع يعني بالمجريات الصحيحه للامور، واقتنع وشارك. ومنهم حد اعرفه بصفه شخصيه، محمد عبد العزيز. دلوقتي كان يعني انا كنت بشوف اراءه مختلفه شويه مع السلطه، ومع ذلك راح. كان في حمله التمرد مؤسس حمله التمرد، راح المؤتمر واقتنع طبعا وقدم اراء. وبقى في لجنه العفو كمان، يعني شفت التحول من الفكر. فالواحد كل اللي بيطلبه من الشباب انه بس يفكر، يعني ايه يخلي عنده بس حته ان انا ايه عايز اتحاور، عايز افهم، مش اخد كل حاجه ايه لا انا اللي في دماغي صح. ودي يمكن حاجه برضو بصفه شخصيه بشوفها وحشه، ان كل جانب مقتنع برايه مش عايز يفكر اتحاور افهم. طب احط نفسي مكان مثلا السلطه اللي موجوده، احط نفسي مكان انا بنتقد حد بعينه، احط نفسي مكانه اشوف هل انا عندي الاليه هقدر الاقي حل. طب هل الوزير اللي قدامي ده مجبر ان هو يعمل الحاجه اللي انا بنتقدها؟ بس نحط نفسنا مكان النقد البناء والنقد الهدام. النقد البناء دائما ما يصحح مجريات الامور ويلفت النظر طبعًا لوجود مثلا شيء محتاج لبعض التصحيح وفي الاخر انا ببني عليه، غير النقد الهدام اللي هو بيعتبر كده الاعتراض مجرد الاعتراض، او النقد الهدام مجرد النقد وخلاص انا بنتقد كده خلاص دون يعني الارتكاز على اسس ومعايير معين. طبعا دي انا بشوفها كتير، حته النقد لمجرد النقد او المعارضه لمجرد المعارضه. انا هعارض اي شخص يجي، انا هعارض عشان يقولوا ان انا معارضه. طب ليه؟ وعلى ذكر حته المعارضه، انا بشوف فعلا في ناس برضو، الواحد انت عارف السوشيال ميديا دلوقتي بقت مقربه كل حاجه، وبقت بتشوف كل الاتجاهات وانت قاعد في بيتك بتشوف كل الاتجاهات. فبشوف ناس فعلا مش بيعجبها العجب، هنغير الوزير فنشيل الوزير نجيب وزير تاني، هنغير برضو الوزير. طب احنا عايزين ايه؟ طب لو عندنا حل او لو عندنا ملف وحاطين حلول ممكن نروح نقدمها صحيح. ونشوف زي ما بتعمل الرابطه كده، بتشوف بالزبط المقترحات المهمه اللي بتغير مجريات الامور للافضل في اي وزاره، وبتقدمها على الجهه المختصه وبيتم تنفيذها بشكل كبير. وده اللي عملته الحمد لله الرابطه، وده اللي احنا بنفخر بيه بوجود مثل هذه الامور الهامه والتصحيحات الايجابيه اللي بتصب في الصالح العام. خليني اسال حضرتك استاذه شريفه، دور الاعلام في هذا الوقت الراهن حضرتك كاعلاميه، ازاي ممكن تستغل مثل هذه الكوادر الموجوده في رابطه محب مصر للاهتمام بالملفات المعنيه والمختلفه بشكل كبير جدا، وتصحيح الامور للافضل وتعديد مجراها الى المجرى الصحيح؟ والله يا استاذ عاصم، حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، ان هي لازم الاعلام الهادف ان هو يسلط الضوء على الايجابيات
ما نبرزش مصر ان هي كلها سلبيات، ما اروحش كل السلبيات، في ايجابيات وفي خطوات بتقام بها الدوله ومشاريع ده احنا ما شاء الله يعني، وانا جايه في الطريق بس في مكان واحد فيه 15 عربيه منفذ من القوات المسلحه، وكل مكان وكل مكان اكيد فيه كده اللي هي السلع. احنا بنقوم كاعلاميين لازم كل الاعلام، خلينا مش نعمم يعني، بعض الاعلاميين للاسف يعني للأسف ما بينشروش الصوره الايجابيه اللي عايزين يعني احنا عايزين الاعلام اللي هو البناء يا جماعه، اللي هو يوصل احنا بلدنا جميله، خليك فاكر مصر جميله، ابرز جمالها باعلامك، سلط الضوء على الايجابيات، امشي في خط السير اللي هو هيوصل الهدف الهدف الصحيح، ان انا ارقى بفكر الشباب، ان انا اقول له بلدك جميله، ما تفكرش ان انت تهجر بلدك وتمشي هجره شرعيه وبعد كده انت تفنى، لا اشتغل هنا وعمر هنا. احنا عندنا مشاريع اتفتحت الحمد لله، واقتصادنا مفتوح والمستثمرين يعني اقبلوا عليها، واحنا بلدنا غنيه قوي برجالها، احنا شعب يا جماعه يعني، احنا شعب مصر ده ما فيش زيه، شعب مصر ما فيش زيه، لان احنا في بلد مصر اللي ما فيش زيها. الاعلام المفروض ان هو يقول الهدف الصح، يمشي ورا الامل، ادي لشبابي امل لان هو موجود، امشي في الطريق الصح، ما دلهوش، ما اقولش لا ده في طب لو انا سلبيات ايه التعديل بتاعها وايه الحلول؟ احنا عندنا ده احنا دلوقتي سياده رئيس يعني كان في اسكندريه الاكتفاء الذاتي، لو احنا كل الاسطح اللي هي الروف كل سطح الزراعه ازرع فوق بس اكتفي ذاتك، كل سطح عماره ان انت هتجملها ولكن اكتفاء ذاتي، ازرع طماطم، ازرع خضار اللي يكفيك قوت اليوم. طيب في مشاريع صغيره لو كل شباب سابوا من الفكر العقيم اللي هو طب انا هشتغل ايه واقعد على القف، لا 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 لا، انت عندك افتح جمع كل 7-8 شباب ان كانوا صحاب او قرايب او جيران يعملوا مشروع في المكان اللي هم فيه، ايه المكان اللي مفتقده يعملوه. ابقى انا دلوقتي ببني، ابقى انسان ايجابي مصري وفعالي ووطني، طب ازاي؟ لازم انمو واجري ورا احلامي واحققها، واعرف ان ربنا فعلا حامي مصر برئيسها وتاني وجيشها، احنا شعب كل مؤسسات الدوله وكل مؤسسات الدوله. رابطه محبي مصر بتسعى زي خلايا يعني من النحل، كل واحد عارف ايه وظيفته، وبنتجمع في الاخر على ورق، على اجتماع، على ندوات، احنا وصلنا فين وهدفنا ايه، ان شاء الله هنحقق حاجات كتير هنفاجئ الدنيا بيها ان شاء الله. مهم ان الاعلام يجسد القضايا الحقيقيه والايجابيه اللي بتصب في صالح البلاد، وحتى لو عندنا سلبيات ما فيش مانع ان احنا نعرض هذه السلبيات، ولكن مع عرضها لابد ان يكون هناك طرح لحلول عاجله وهامه لمثل هذه السلبيه. أيوة. خليني اسالك برضو اسلام، كونك احد الشباب اللي مروا بمرحله الثانويه العامه، وبما ان الرابطه بتجهز للمؤتمر ان شاء الله في 4 مارس الخاص بطلبه الثانويه العامه وهم شباب، ايه اللي محتاجه الشباب من طلبه الثانويه العامه في هذا التوقيت من العمر، واللي انت بتستهدفه من هذا المؤتمر كونك شاب؟ تمام. اكيد كلنا عارفين ان الثانويه العامه بالنسبه لاي طالب بعبع، وانا مريت كبير للاسف الاسر المصريه مريت بيها، وبعد المجهود اللي بيعمله الطالب بيدخل الكليه بيلاقي نفسه مفيش اصلا التعليم اللي اتعلمه ده كله كان مجرد انا بحفظ عشان ادخل اصب في الامتحان اللي انا حفظته واخرج من الامتحان بس، يعني ما بستفادش اي حاجه، باخد نصوص، باخد شعر، باخد حاجات انا بحفظها مؤقتا او بفهمها مؤقتا، وبعد كده ما بيبقاش ليها لازمه بالنسبه لي. طب ليه؟ طلاب الثانويه العامه محتاجين التسهيل، ان انا اسهل عليهم الدنيا شويه. وفي حاجه تاني، حته ان انا لو عملت منهج موحد مرتبط ببعضه، من اول ما الطالب يدخل ابتدائي مرورا بمرحله الاعداديه والثانويه العامه، لما المنهج بتاع الطالب يبقى مرتبط ببعضه، منهج علمي مش مجرد كلام بجيبه من هنا وبجيبه من هنا، الطالب ساعتها هيلاقي نفسه الفكره بتوصل للي بعدها، ابتدائي بتوصل لاعدادي. انا حابب التعليم، مش مجرد مدرس ماسك لي عصايه او مدرس بيهددني لو ما خدتش عنده درس هيتسبب لي مشاكل. وحته الدروس الخصوصيه، ايه اللي بيخلي الطالب يلجا للدروس الخصوصيه؟ ان هو بيروح المدرسه ما بيفهمش حاجه، المدرس بيأثر، وعندنا مدرسين
في اعتقادي بتكون متعمدة ان هي في, في, في عملها ما تتقنش. ما هو كده كده الطالب ده هيجي لي في الدرس اتقن معاه في الدرس. فحتة بالنسبة للمدرسين برضو لو بالنسبة محتاجين ايه مدرس نفسه عشان يتقن في عمله محتاج ايه، محتاج مثلا المادة المبلغ اللي بياخده مش كويس، ممكن نحاول نحسن من صورة المدرس او من اوضاع المدرس بحيث ان هو ايه يقدر يسهلها على الطالب. في كمان حاجة، في فجوة وفرق كبير بين التعليم الفني والثانوية العامة بالنسبة لنا وبالنسبة لأمهاتنا وبالنسبة للي بيحصل في مصر. ثانوية عامة خلاص اعمل حسابك انت بقيت دكتور ومهندس وظابط. تعليم فني انت خلاص ما هتاخد دبلوم وتقعد ليه؟ ده انا ممكن استفاد من التعليم الفني ده استفادة كبيرة قوي، اطلع مهندسين واطلع خبراء في مجالات كتير عن طريق التعليم الفني. فبالتالي انا عايز حتة التعليم الفني احط له وضع يكون كويس بحيث اني اقدر كل سنة استفاد من الشباب في الثانوية العامة، بعد طبعا ما سهل عليهم الوضع، مش بالوضع الحالي، الوضع اللي بيخليهم يعيشوا في حالة رعب هم واهاليهم وقرايبهم كمان. وفي نفس الوقت التعليم الفني يكون بوضعية يبقى فيه مساواة. كل سنة طبعا هيطلع لي جيل من الشباب فاهم واعي يقدر يساعدني. صحيح. وهو ده اللي بيخلي الأمم والبلاد اللي حوالينا، في بلاد كتير حوالينا بقت متقدمة وهي قبلينا كانت قبلينا بكتير. كل ده بالعلم بستفاد من كل الشباب اللي طلع. واعتقد ده يعني اللي هيشير اليه المؤتمر من خلال البرامج الخاصة بيه وخلال المشاركة من قبل الكوادر اللي بتقوم يعني بوضع آليات مهمة جدا للنهوض بهذه المرحلة العمرية خاصة بالثانوية العامة. عايز اقول لحضرتك ان انا دلوقتي بتكلم كلام عام. لا، احنا في المؤتمر عندنا ناس خبراء وعندنا ناس كوادر وعندنا ناس من وزارة التربية والتعليم نفسها هيوضعوا الحل الامثل اللي ان شاء الله هيفيد الطالب وباذن الله يبقى سهل عليه باذن الرحمن. أستاذ الشيفة، كان عام 2016 هو عام الشباب، ولكن عام 2017 اتخذته الدولة عاما للمرأة المصرية. اهتمام الدولة بالمرأة المصرية ده ممكن يبعث برسائل ايه؟ لا، اهتمام واضح جدا وصريح، وان المرأة لا تكون لدور عن الرجل وكل، بس هيبعث بحاجات جميلة. احنا بننشط كل مرأة ان هي تفعل مجهودها في نشاط. بس عايز اقول لحضرتك على حاجة اثرت دور المرأة. المرأة في اعتقادي أنا بتشمل الأسرة، مرأة ورجل وأطفال دي أسرة. لكن لو إحنا قلنا مرأة الواحد، لا، أنا ضد إن أنا أقول المرأة. المرأة طبعا لها دورها، لكن كأسرة ده كينان، هو لم كينونة كده لم الشمل. يعني لما تتكلم عن أسرة، في زوج بيروح العمل، في برضو الزوجة بتروح العمل، هنا بنكمل بعض في المجتمع. دي حاجة. الحاجة التانية، الأستاذ إسلام أشار نقطة مهمة قوي اللي هي الشباب. إحنا في المؤتمر هيبقى بدون خطوط حمراء التفاعل مع الشباب. أنت فكرك إزاي؟ إحنا تصحيح، والحمد لله الرابطة بتقوم بدور جميل قوي فعال، إن هي بتلف في جميع المحافظات في جميع الجامعات وبتقوم ندوات تثقيفية ومناقشات عامة، وكل اللي عنده فكر وكل اللي عنده أي معلومة خاطئة بيقولها بيتم تصحيحها الحمد لله. احنا عايزين نقول للرابطة دي انا سعيدة وفخورة جدا، كل الفخر ان انا في هذه الرابطة، لانها بتقدر تخدم بلدها فعلا، بتقدر تسعى ان هي تخدم بلدها. احنا ان شاء الله من خلال الرابطة دي بنقول احنا نخدم مصر وكل المصريين، بنقام على خدمتك يا بلدي يا مصر وكل المصريين. تمام. إسلام، مهم جدا ان يتم تفعيل دور الشباب وخاصه في هذا التوقيت من قبل البناء. يعني القياده السياسيه متمثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحتضن الشباب، مشاهد يمكن ما شفناهاش قبل كده ان يكون في شاب يقعد يجادر ويحاور الرئيس بشكل ينم عن الثقافه، يبعث برسائل ايجابيه بتقول احنا عندنا شباب مصر صاعد واعد لديه الكثير من الكفاءات، في حال استغلال الأمثل وتهيئة المناخ المناسب تستطيع إنجاز كافة المهام. أنت كشاب حينما ترى مثل هذه الأمور وترى يعني أشقائك وزملائك يحاورون الرئيس وإن في اهتمام من قبل يعني رئيس الدولة شخصيا بالشباب، إيه اللي بيولده ده بداخلك؟ يعني إيه اللي بيحفزك ليه بشكل كبير؟ بالفعل كان موجود كتير من زمايلي في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ. عايز أقول إن كان مؤتمر فعلا كويس جدا.
زي ما قلت لك اختلاف الاراء، كله كان بيتكلم، كله كان بيتكلم بقلب، حتى اللي مختلف مع الحكومه، اللي مختلف مع وزير بعينه كان بيبقى قصاده ويقول له انا مختلف معاك في كذا. شفنا اللي حصل في من فتره قريبه في اسوان، مؤتمر الشباب اللي فات الشهري، شفنا الشاب اللي قام انتقد المحافظ قدام الرئيس السيسي. صحيح. فالمؤتمر لا فعلا حقق حاجات ايجابيه كتير، بس هو فرحنا. بس الفكره كلها في ان التحقيق ده على ارض الواقع هو ده اللي المفروض يبقى موجود دلوقتي. بمعنى اتعمل مؤتمر شباب واتكلمنا، كل واحد مننا روح بيته خلاص، الرئيس عمل مؤتمر شباب، الدور اللي جاي على مثلا نواب مجلس الشعب، ليه كل نائب ما يهتمش ان يجيب مجموعه من الشباب تشتغل تحتيه حاليا، يفهموا اقدر انا كشاب ابقى واعي لو اتحطيت في المكان ده هعمل ايه، هبقى ناجح لان انا خدت خبره من حد موجود. الوزراء، وزير الشباب ووزير الصحة، كل طبعا في مجاله، وزير الصحة يستعين بشباب صغير من كلية الطب مثلا، يقدر يستفاد من الخبرات. مش ده مش عيب، ده مش عيب. احنا بنشوف في بلاد شباب سنه صغير جدا ماسك وزارة. بس فاللي بطلب، اللي بطلبه ان الشباب يبقى في شغل على ارض الواقع. مش هنقول مش هنقول الرئيس، لان الرئيس خلاص بيعمل مؤتمر شبابي واتكلم مع الشباب. ده دور مين دلوقتي؟ دور نواب مجلس الشعب، دور الوزراء، دور الهيئات الكبيره في الدوله. خليني اسالكم كل واحد في نص دقيقه كده الاجابه بتاعته، ايه اللي بترجوه من التعديل الوزاري الجديد؟ ايه اللي يعني طالباه من التعديل الوزاري الجديد يا استاذ شوقي؟ النظر في الاحصاءات الموجوده، ان انا افعل الامور وافتح افق جديده لشبابنا، وافتح مجالات كتير لاقتصادنا، ووسع الدايره بتاعت العمل. يعني احنا عندنا شغل كتير قوي، وصناعات كتيره قوي، وحرفات يدويه، وده احنا برضو في رابطه محمد مصر بنسعى وبنشتغل عليها. الوزاره لازم تبقى عندها يعني لم الشمل تاني، ايه اللي محتاج هنا في الدايره ديت. وبرضو زي ما الاستاذ اسلام قال اشار وقال ان كل عضو برلماني، انت عضو برلماني عيون الدوله، ايه اللي موجود في الدايره ونصححه ونظبط ونمشي بمعايير. يعني كل واحد يفعل دوره ان هو يحب بلده بايجابيه في مكانه. ما ينفعش ان انا هروح احنا بنلف المحافظات، ولكن لو كل واحد خد بس الدايره بتاعته هو ونشط عليها وعملنا تكاثف. انا هنا عضو برلماني امسك الدايره بتاعتي وابقى ملم، وكل خلاص يبقى انا كده جمعت وساعدت الوزاره. يا وزاره اتفضلي دي الطلبات بتاعتنا، تيجي الوزاره تحقق طلبات اللي هي زي طرق، انشاءات، زراعه، صناعه. الحاجات دي كلها احنا بنطلبها من الوزاره، تبقى من الوزاره الجديده اعينها صاحيه. وان شاء الله ربنا التكاتف التكاتف انا محتاجه بين الوزارات ومجلس النواب. استاذ اسلام، ايه اللي تطلبه يا فندم من الوزاره؟ عايز اقول للوزاره ان كل وزير بياخد الفتره بتاعته وبيجي حد تاني يكمل المشوار. مطلوب ان الوزراء الموجودين حاليا يسيبوا بصمه في التعديل الوزاري الجديد، يسيبوا بصمه في المكان اللي هم موجودين فيه. في حته الصبر، المفروض ان احنا نصبر، بس في حاجه، في طبقه موجوده في الشعب المصري مش قادره تصبر. انا نفسي الوزراء دول يبصوا لهم، الطبقه الفقيره جدا، الطبقه اللي مش قادره، اللي لو النهارده ما اهتمناش بيها هتموت. بنشوف كل يوم في برامج ناس بتموت عشان علاج، وناس بتموت عشان العمليه الفلانيه. فالمطلوب ان انا هستحمل، حضرتك هتستحمل، بس الطبقه الفقيره خالص دي اللي المفروض نبص لها. وانا كاخر حاجه بس هقولها، وانا كشاب لما اشوف الدوله او الوزراء مهتمه بالطبقه الفقيره خالص، انا مش هقدر اتكلم، لان في شغل على ارض الواقع. صحيح. فهقدر اصبر عشان خاطر الفقراء.
ان شاء الله اللي جاي افضل. مهم جدا ان يتكاتف كل ابناء هذا الشعب المخلصين في مواجهه التحديات والمؤامرات، وايضا نبذ كل انواع العنف وتوصيل الامور الايجابيه وايضاح الصوره والحقائق حتى نستطيع بناء هذا الوطن الحبيب. مهم واجب وطن ليس فقط على رابطه محب مصر ولكن كل المصريين الشرفاء الذين يعشقون تراب هذا البلد العظيم. في هذا اللقاء بشكر ضيوفي الاعزاء اللي شرفوني اعضاء رابطه محب مصر، الاستاذ شريف الشريف، شكرا لك يا فندم. اشكرك واشكر القناه الجميله قناه مصر الزراعيه ان هي اتاحت لنا الفرصه ان احنا نتكلم على حبنا لمصر وحبنا في الرابطه اللي هو الحمد لله من خلالها احنا نقدر نخدم مصر وكل المصريين ان شاء الله. وتحيا مصر. وتحيا مصر طبعا. شكرا ليك برضه الاستاذ اسلام الخطيب عضو رابطه محب مصر، شرفتنا يا فندم. شكرا لحضرتك. ايضا بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن هذه المتابعه. ان شاء الله غدا اللقاء الجديد من برنامجكم ساعه صبحيه مع كرو عمل جديد. اما انا القاكم الاربعاء القادم، تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.